بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وعند أهل بهذا البلد أوالدي وما ولد. أقدر لولا الإنسان في كبد أن يحسب أن لا يقدر عليه أحد. يقول أهلكمت مالا لبد أن يحسب أن لم يره أحد. لم يجعل له عينين ولسانه وشفتين وهدين النجدين. من اقتحم العقبة ما أدرك ما العقبة. حق العقبة وإذا في يومئذ مسغوبة. يتيما ذا مقربة ومسكينا ذا مسغوبة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. لهم نار مقصودة.